كيف باش يمكن تكون مسألة أحسن؟ السؤال ديالي موجه للأستاذ فارس. أنا ألاحظ أن تقويم المصاحب والتأطير المصاحب لا يتنافى مع المراقبة، بل إن الذي يجب أن يقوم بتقويم المصاحب والتأطير المصاحب هو الذي سيقوم بالمراقبة، ولا يمكن فصل المراقبة عن التأطير وعن التقويم. فالتقويم يحدد لنا حاجات الأستاذ، أي الحاجات التي يحتاج فيها إلى التأطير، وحينما نقوم بتأطير الأستاذ سواء عبر تأطير جماعي الذي يشارك فيه الأساتذة جميعا، بحيث أن الذين لهم بعض المسائل بعض التجارب النافعة يساعدون في هذا التكوين الجماعي، أو من خلال التوجيهات التي يقدمها المفتش، وهذه التوجيهات إما خلال المقابلة مع الأستاذ أو من خلال تقارير الزيارات التي يقوم بها، أي زيارات متكررة، لأنه لا يمكن لنا أن نقوم بالتكوين بدون زيارات متكررة وأيضا مقابلات مع الأساتذة. بعد ذلك يكون التدبر، وللوصول ولمعرفة إلى أي حد انتفع الأستاذ بما قمنا به من تقطير وتكوين، فلا بد من المراقبة. هذه المراقبة ستكون على مستويين: المستوى الأول مدى التزام الأستاذ بالتعليمات الرسمية وأيضا بالسياسة التربوية للبلاد، والمستوى الثاني مدى انتفاع الأستاذ بالتكوينات المتعددة التي تمكن من الحصول عليها. إذن فمن خلال هذا يمكن القول بأن التقويم والتأطير المصاحبين لا يتنافيان مع المراقبة، ولا تعني، لأن التمثل الذي لدى البعض هو أن المراقب هو الشرطي أو مراقب حسابات، بينما المراقبة البيداغوجية فهي تتميز بخصوصيات بيداغوجية وخصوصيات تواصلية، وكما جاء في الميثاق الوطني فإنه يؤكد على أن يكون الإشراف التربوي، وهو يستعمل كلمة إشراف تربوي وليس تفتيش تربوي، أن يكون تعاونيا وتواصليا. وطبعا أنا أثق في المفتشين بأنهم سواء خلال التقويم أو التأطير أو المراقبة، فإن أغلبهم على الأقل سيكونون متعاونين ومتواصلين. شكرا شكرا. لا غير هو أنا، ما هي مواصفات الأستاذ المصاحب الذي تحدث عنه الأستاذ؟ كيفاش؟ وهل يمكن للمدير أن يكون مقوما أو مقيما؟ مؤثرا مقيما، علما بأن دوره هو دور إداري وليس دور بيداغوجي. وشكرا. شكرا أستاذ. أرجو الحضور بفضلكم. أشكر على الفرصة التي أتاح لنا للخوض والنقاش موضوع يهم هيئة التفتيش التربوي. أنا عندي سؤال بالنسبة لثلاثة المداخلات، بالنسبة للمداخلة ديال السيد المفتش العام السيد خالد فارس بخصوص دائما التأطير بالمصاحبة. فإذا كانت التأطير بالمصاحبة سيوكل إلى إطار أستاذ، فهل هذا سيسحب البساط من مهام على حساب مهام
المفتش تصرف، ونريد كذلك أن نعرف هل الوزارة الوصية قد أعدت وحددت مواصفات هذا الأستاذ المصاحب وتحت ذمته أو تحت إشراف من سيكون هذا سيتصرف هذا الأستاذ. بالنسبة للمدير المقيم هل سيكون مراقبا مفهوم مراقبة تنظيمية أو مراقبا من نوع آخر؟ بالنسبة للمهنة ديال التفتيش التربوي اللي تتصرف السي المنصف اللي نعرفوا لها، فعلا نلتقي يجب تغيير فلسفة تكوين الأوتو. ربطنا هذا التغيير ديال الفلسفة ديال تكوين الأوتو بالمهنة بمفهوم مهنة مهنة الذي يجب أن يرتبط أساساً بالعقلنة والابتكار، فلا بد أن يتجه كذلك أو يعتمد كذلك على البحث التربوي العلمي باش تكون هذه المهنة عندها أسس. وأنتقل مباشرة إلى المداخلة الثالثة فيما يخص بالتفتيش بين التقليد والجديد. فصحيح أن السي بندريس قال بأن التقليد هو تكرار المواصفات تتآكل مع الزمن، نحن كذلك نعاني كأطر ديال الهيئة من هذا التقليد، ودائما كنا نحاول أن نثور عليه، ولكن لم تكن هناك آذان صاغية وتتماشى والتوجهات والمستجدات التربوية. فبالنسبة لهذه المسألة ديال التغيير ديال التقليد، عندي سؤال مرتبط بالمراقبة والتقويم اللي ذكر السيد دباجي. ففعلا التقويم أساس هو المنطلق الحقيقي لمعرفة الخلل. فنحن دائما سواء بالنسبه للامتحانات الاشهاديه او بالنسبه للمراقبه التربويه، انا اقولها واكررها دائما غنقولها بالفرنسيه وشي ترجمه، نو سوم توجور اون تران ديفاليي دي بروفيل كي نيكزيست با دون لا رياليتي. شكرا. الاخوان على الارض القيمه، غادي نسرع وما غاديش نصحب لان كملتها خلاص كلها. العقل الواقع العروض في الواقع تتكامل فيما بينها، رغم اختلاف المقاربات وعندها رهان واحد في الواقع. لجنة نجدوا كل شيء هو أن الرهان هو على جيل جديد من المفتشين، خاصة أننا أمام قرار جيد كنت أعتبر نفسي جديد فيه. إذا هذا الرهان ديال جيل المفتشين أعطاه يعني تعريفات مهمة ونقاشات، ماشي واقع النقاشات جديد قديم في الواقع، ماشي أول مرة. المفتش المقطن، المفتش المكوي، المفتش الباحث، المفتش الخبير، بدل المفتش رجل إطفاء، ماشي حتى مراقب، رجل إطفاء. يعني غاتكون جالس أنا كتير كلها هي كنفكر نزاعات في المؤسسة، خاصة بعد 5 سنين. هذا رهان اساسي، ولكن لا نختلف بشكل عام عليه، ولكن نختلف حول كيف ماذا هيئنا له؟ هل الوزاره خططت لهذا الجيل الجديد من المفتشين لهذه الرؤيه؟ بل هل هذا المفتش حاضر في رؤيه 2030؟ وسيكون حاضرا في التقرير الاستراتيجي لمجلس الاعلام التعليم. هذه اسئله. اين نحن ولاد الرهان؟ وهذا المركز اللي جالسين فيه الان سدود. قال لي السي قروج بان غادي يتحل هذا الجد. وعلى رعايته ويمكن شي حاجه غدا، ما عرفناش شكون اللي غنحاسبوا على الوقت. اذا نحن امام المشكل حقيقي. ما نطولش. نحن في حاجة إلى المفتش بكل المواصفات اللي جات في العرضين القيمين ديال الإخوان خوين الزميلين زميل ومنصف، وكذلك في عرض الأستاذ خالد. غير بغيت نشير واحد الملاحظة سي خالد، المشكلة ما عندناش في تغيير الأسماء. وطرحوا نستحضروا باش تكمل المقاربة النسقية اللي تحدث على الأخ زميل عنده الحق فعلا، خصنا نستحضروا الواقع. كيسمو الاقتصاديين تيقول لك تبقى على في الافلاس لما يكون مناخ العمل فاسد، الرشوه الزبوديه في التعليم خصنا نستحضروا مناخ العمل.
مناخ العمل بكل تفاصيله التربوي السائد لتختنق تديروا جميع المشاريع والرؤى والمقترحات الاصلاحيه جماعيه كانت او فرضيه حيث تكون غير فرضيه داخل المؤسسه. هل لدينا فعلا المدير اليوم المكون والمؤهل لان يلعب دور المؤقت؟ ان لم يكن ماذا هيئه الوزاره تستديو تدور على مشاريع عمل؟ النقطه الثالثه، هناك اليوم قرار تربوي في الاخير حنا كندويو ماشي اول مره كندويو كيتبعوا على فهاد المواضيع ملي كنشعر بشي وفي هذا المركز شحال ندويو وكنعاودو نرجعو لنفس الشيء، ولكن القرار في الاخير كيبقى سياسي. راه شحال تناقشوا عباد الله حول البيداغوجيا الاندماج واش حسبها وزير قال هذاك هز قلب ما حسبهاش التربوي ما حسبهاش خطوط رؤى تحدد العلاقة بين الأهداف والكفايات والإدماج والإدماج. جا وزير لا علاقة له لا بالتربية ولا بالتكوين ولا وقف العملية كلها قرار سياسي. ورؤاكم ومشاريعكم وكل ذاك المجهود والعرق اللي كان ديال الفاعلين التربويين في هذا المجال كل شيء تبغى ورقة ديال الإدماج وحطوهم وكراساتهم وحطوهم. اليوم ما قرار سياسي نتاق قرار سياسي هو قرار خصنا ندويو فيه ماشي على فقط افق، خصنا ندويو فيه على سياسات عموميه مسؤوله على تنزيل بين قوسين كل هذه الرؤى الى ارض الواقع وفي الميدان في المؤسسه الى اخره. وفي هذه السياسات العموميه اخر ملاحظه خصنا نتجاوزوا كفاعلين تربويين بان الوزاره هي بوحدها مسؤوله. السياسة العمومية اللي في قطاع التعليم التربية والتكوين إلا ما كانت سياسة عمومية مندمجة تتكلم فيها الدور ديال الداخلية والأمن والشباب والرياضة والثقافة والتعليم وغير ذلك ستبقى المدرسة المغربية على حالها. المدرسة المغربية ما محتاجاش لأن بها الأكبر هو التلميذ المواطن وتلميذ المواطن في المستقبل المنبه ما محتاجش للاستاذ والمفتش والمدير، محتاج لكل طاقات المغرب والسياسات العموميه المغربيه لتفتح طاقاتها. راه الوجود هنا تيتكون في المدارس في 9 سنين، شوفوا لي فيديو الاخوان اللي كتسدوا الشعبه ديال الموسيقى والفنون التشكيليه. شكرا استاذ و علاء الكعبي وحاتم الشجون. شكرا.